لو بتسمع عن اماكن كتير بس ما شفتهاش قبل كده ونفسك تشوفها، او لو حابب تتفرج على كل معالم مصر وتتمشى في كل شوارعها وانت قاعد مكانك، خليك معايا. انا احمد ودي قناة شوارعنا. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير، واهلا بيكم في البث الاسبوعي لقناه شوارعنا. وبالنسبه للناس اللي بتشوفني لاول مره، احب اعرفكم بنفسي، انا احمد صاحب قناه شوارعنا. وقناه شوارعنا هي اول قناه مصريه على اليوتيوب بتقدم محتوى خاص بتصوير الشوارع والمعالم والاحياء المصريه، وبعمل بث مباشر في اماكن مختلفه كل اسبوع بناء على رغبه المتابعين. وفي كذا نقطه بوضحهم في بدايه كل لايف، وهم ان اولا جوده التصوير اثناء البث المباشر مش بتكون احسن حاجه، والموضوع بيرجع لسرعه النت، ملوش علاقه خالص بالكاميرا او الموبايل اللي انا بعمل منه البث المباشر. وتاني حاجه ان انا بعمل البث المباشر علشان ناس كتير جدا بتطلبه مني. وثالث واهم حاجه، وهي ان انا من خلال البث المباشر بقدر اتواصل معاكم واسلم عليكم كلكم، واهلا بكل الناس الموجوده معايا في اللايف دلوقتي، والله مبسوط بوجودكم كلكم. والنهارده ان شاء الله هنعمل جوله سريعه كده في بولاق ابو العيله. انا كنت يمكن من اسبوعين تقريبا كنت عايز ان انا اعمل فيديو عن بولاق ابو العيله، بس كان هيبقى تقريبا مثلث ماسبيرو، وكنت هتكلم عن حاجات تاني. لكن النهارده ان شاء الله نشوف اجزاء تاني من حي بولاق ابو العيله، لان الحي كبير جدا وفي مناطق كتير جدا، واحاول ان انا يعني اصور لكم اماكن جديده يمكن اكون ما صورتهاش قبل كده. واهلا بكل الناس الموجوده معايا. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. واحنا خلاص يعتبر النهارده 30/12/2022، وداخلين كمان يومين ان شاء الله نكون في سنه جديده. كل سنه وانتم طيبين جميعا، وان شاء الله تكون سنه كويسه جدا وسعيده على الناس كلها ان شاء الله باذن الله. واهلا بكم جميعا، واهلا بكم في البث الاسبوعي لقناه شوارعنا. والنهارده يعني زي ما قلت كده من شويه، هنتمشى شويه في حي بولاق ابو العيله، هنشوف اشهر شوارع والشيخات الكتير اللي موجوده فيه، وهنتكلم عن هحاول اصور لكم حاجات تقريبا اول مره اصورها. و خلونا نرجع تاني للشارع كده، وحابب ان انا اسلم عليكم سريعا. استاذ ابراهيم اهلا بيك، استاذ مفيد اهلا بيك، ابو فرح، استاذ اسامه نبيل، استاذ جلال، نسمه المياه، اميره، استاذ اميره، استاذ رشا، استاذ نجلاء، ابو البطل، اسماء العسيمي، استاذ احمد البنا، استاذ توفيق دياب، بنت العراق، استاذ ماجد، شوشو العسل، حسان ابراهيم، حسن ابراهيم، وليد ابو سهيل، وليد ابو سهيل، بيلي ايليش، انوس، حازم عبد الله، الاميره الحسناء، توفيق دياب، احمد فتحي، فتحي السردي او السرادي، ابو احمد، استاذ حنان حنين. اهلا بكم جميعا يا جماعه. هقول لكم انا واقف فين حاليا. انا حاليا واقف في كورنيش النيل، يعتبر احنا كده في حي بولاق ابو العلا، تقريبا في اخر حي بولاق ابو العلا. لو بصينا هناك كده، حاول ان انا بعمل لكم زوم كده على كوبري اللي هو كوبري امبابه ده، شايفين الكوبري ده؟ الكوبري ده بيعدي عليه سكه حديد، وهي دي تقريبا الفاصل اللي بتكون ما بين حي بولاق ابو العلا وحي شبرا مصر. بعد كوبري امبابه، بعد السكه الحديد، بنبدا بنكون في حي شبرا مصر، وتحديدا في منطقه رود الفرج. وانا حاليا على كورنيش النيل، وفي على شمالي ممشى اهل مصر، وهنلاقي على يميني ابراج النايل سيتي وفندق الفيرمونت. وهنبدا نتمشى كده علشان ناخد الحي من اوله، واحاول اوريكم الاماكن الداخليه بتاعته والاماكن الشعبيه اللي موجوده في حي بولاق ابو العلا. لكن نحاول بس نعدي الجزء ده. تمام، بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي هنخش يمين ان شاء الله، علشان لو ما دخلناش يمين هنضطر ان احنا نوصل لرود الفرج. لكن احنا نفضل ان شاء الله جوه حي بولاق، وهنخش يمين من جنب يعتبر البرج ده البرج الشمالي من ابراج النايل سيتي. على فكره هما في برجين كبار شبه بعض، يعني فيهم برج شمالي وبرج جنوبي، هو اسمه كده البرج الشمالي او البرج الجنوبي، وفي قدامهم فندق الفيرمونت. فالبرج اللي ناحيتنا دلوقتي ده يعتبر البرج الشمالي، وهندخل يمين كده. علشان لما بندخل يمين بنلاقي النزله اللي هي شايفين العربيه دي كده كانت على كوبري امبابه ورجعت. اللي بيطلع كوبري امبابه بينزل من هنا بالظبط، بيبقى قدامه اللي هو يخش يمين زي ما هنخش، او يطلع على الكورنيش. وفي هنلاقي في هنا لو دخلنا شمال هنلاقي نفق اللي بيودينا برضو على رود الفرج، بيعدينا من تحت السكه الحديد، نفق اللي هو امتداد السكه الحديد بتاعت كوبري امبابه. لكن احنا خلينا بقى ايه في اليمين كده من ورا ابراج النايل سيتي، علشان نبدا نخش شارع نشوف منطقه رمله بولاق ومساكن رمله بولاق.
شارع رملة بولاق، لأن زي ما قلنا بولاق فيها مناطق كتير وشيخات كتير، طبعا أشهرهم السبتية اللي هو يعتبر لو كملنا على طول كده هنقدر نوصل له، و شيخة أبو العيلة اللي هو الجزء اللي عند الوكالة، وشارع شنن، وسنان باشا، وإيه تاني، والجلادين، والقلاية، وفي مناطق كتير جدا يعتبر أو شيخات كتير جدا في حي بولاق. وكان في شيختين اتشالوا مع مثلث مزبيرو، لان مثلث مزبيرو يعتبر كله داخل حي بولاق ابو العلا. خلينا بقى بصوا، عايز اقول لكم لو كملنا على طول هنوصل لشارع السبتيه نهايته، تمام؟ لكن هنبدا نخش شمال كده، الشارع اللي انا دخلته ده يعتبر اسمه شارع رمله بولاق او شارع الرمله الجديد، اهو شارع الرمله الجديد، اليافطه موضحه. احنا طبعا بنقول على الجزء ده كله او المنطقه دي كلها بنقول عليها الرمله، والمساكن اللي احنا شايفينها دي اللي هي مساكن الرملة. كان في مستشفى قديما مشهورة هنا اسمها مستشفى جيهان مبارك، عايز اقول لكم ان شارع الرملة او نهاية المساكن دي هنبقى عند كوبري اسمه كوبري الصنايع. كوبري الصنايع ده وظيفته بيعدينا برضو من فوق السكة الحديد اللي بتفصل ما بين حي بولاق ابو العلا وحي شبرا مصر. حي بولاق ابو العلا الرملة زي ما انا ماشي كده، وحي شبرا مصر منطقة رود الفرج. هو الكوبري يعتبر في وشنا، وفي أسفل الكوبري ده محلات، أو يعني المكان ده من أشهر الأماكن في مش في القاهرة، في مصر كلها، لبيع الحديد، سواء بقى الحديد الجديد أو الحديد المستعمل. وأحاول إن أنا أوريكوا كده. طبعا النهاردة الجمعة فيه ناس كتير قافلة. لو بصينا على الشمال كده نلاقي محلات الحديد هنا أهي. اعتقد ان هي باينه من هنا، بس احنا هنخش الناحيه التانية. وادي الكوبري اهو، يعتبر الكوبري في وشنا، هنمشي كده بموازاة الكوبري. وعايز اقول لكم ان الشارع اللي انا ماشي فيه حاليا ده اللي بينتهي في شارع السبتية اسمه شارع ابو الفرج. شارع ابو الفرج من الشوارع المشهورة جدا في منطقة رود الفرج. بصوا يعني يعتبر على شمالي نزلة الكوبري، نزلة كوبري الصنايع، وحتى في النزلة مكتوبة هو رئاسة حي بولاق ابو العيلة ترحب بكم، لان انت بتعدي الكوبري بتبقى في بولاق. الكوبري ده لو طلعناه، لفينا وطلعناه، هنكون في منطقة رود الفرج. حاول ان انا اقرأ سريعا كده ما فاتني من كومنتات. استاذ عزة مصطفى، اسكندرانية وعاشقة للقاهرة، تحياتي لشخصك الكريم، الله يخليك يا استاذ عزة. استاذ عايشة رمضان، شكرا على المحتوى الرائع، اول مرة ابعت تعليق، استمر الافضل دائما، الله يخليك يا استاذ عايشة، شكرا جدا ليك، منوراني. وعايز اقول لكم ان احنا كده يعتبر احنا في الرملة وداخلين على منطقة او على شارع السبتية. شارع السبتية من الشوارع الكبيرة جدا، ويعتبر من اشهر الشوارع في حي بولاق ابو العيلة. بيبدأ من الكورنيش، احنا نروح نشوف اوله برضه، هنمشي فيه شوية، بيبدأ من الكورنيش وبينتهي بالقرب من بالقرب من ميدان رمسيس. نسمة الحياة بتقول ان الصورة مش واضحة. بصوا يا جماعة، بالنسبة للناس الجديدة فعايز اقول لكم ان يعني اثناء البث المباشر الصوره مش بتكون اوضح حاجه. احنا بنعمل البث المباشر يوم الجمعه الساعه 4 مساء تقريبا، كل جمعه ان شاء الله يعني الساعه 4 مساء تقريبا، وبيتم اعاده نشر البث المباشر يوم السبت بجوده افضل من حيث الصوت والصوره. فاحنا كده يعتبر وصلنا لشارع السبتيه. فبالنسبه للناس اللي يعني بتلاقي الصوره مبكسله دلوقتي، فده علشان البث المباشر، وان شاء الله بكره الفيديو هينزل تاني بجوده افضل كتير جدا من حيث الصوت والصوره. وبعتذر لو كان البث، انا واضح عندي ان البث بيفصل كده، فبعتذر لكم. وانا كده حاليا عموما في شارع السبتية. انا عارف والله ان الصورة احيانا بتبقى مش كويسة، ولكن ان شاء الله يعني بكرة الفيديو هينزل هتلاقي الصورة جميلة جدا. احنا كده يا جماعة في شارع السبتية وخارجين او رايحين على الكورنيش، وهنلاقي على اليمين هنا اللي هي وحدة مرور تراخيص الجزيرة، وحدة مرور. وناس كتير كانت بتسأل على مكانها، هي في الوش هناك اهي، دي وحدة المرور بتاعت الناس اللي ساكنة في شبرا مصر تحديدا في رود الفرج، والناس اللي ساكنة في الزمالك، اسمها وحدة تراخيص الجزيرة، تمام. وده الشارع اللي كنا فيه اللي هو يعتبر ورا أبراج النايل سيتي، وهنلاقي على يميني المبنى ده اللي هو يعتبر أركيديا مول. واحنا كده خارجين على الكورنيش، وهناخد يوتيرن علشان نبدأ نخش تاني بقى في شارع السبتية. احنا كده في السبتية، بس هناخد يوتيرن علشان نخش في الاتجاه المقابل. طبعا في وشي ممشى اهل مصر، ودي بوابة اهي في الوش من الممشى. طيب كده تمام، الحمد لله ان الصورة كده بقت اوضح.
مبسوط والله بوجودكم معايا، وشكرا جدا لكل الناس اللي عملت لايك للبث المباشر ده، شكرا جدا لكم، وشكرا جدا لكل الناس اللي بتكتب لي كلام كويس وكومنتات كويسة، لأن دي من أكتر الحاجات اللي بتساعدنا على الاستمرار. وإحنا حاليا يعتبر دخلنا في شارع السبتية، خدنا يوتيرن كده ودخلنا أوله من الكورنيش، وعلى فكرة أنا كنت مصوره كله قبل كده. هنلاقي بقى على اليمين هنا تجار الفحم، تجار الفحم ويعتبر هو أشهر تاجر هنا، اللي هو خالد أبو ملك عند المخزن اللي ورا ده الكبير، وفي الناس اللي هم بتوع الخشب دول وبيوت الكلاب اهي. عايز اقول لكم ان الاماكن دي يعني الحاجات دي في ناس بتيجي تاخد الحاجات دي من هنا وبتبيعها في محلات تاني كبيرة، بيبيعوا فرق سعر كبير جدا، فهنا يعتبر الحاجات دي ارخص حاجة يعني. والسبتة طبعا مشهورة يعني وغنية عن التعريف. هيجي بقى شارع على ايدينا اليمين اللي هو شارع المطبعة الاهلية، والله بفكر ادخل فيه، ناصر العتيبي. شكرا على الفسحة الجميلة، الله يخليك يا أستاذ ناصر. فين ترعة الإسماعيلية؟ ترعة الإسماعيلية آخر الكورنيش. بصوا يا جماعة، نخش من الشارع اليمين ده ولا إيه؟ ولا نكمل على طول؟ خلينا ندخل كده نشوف الحاجات اللي جوه، الفرعيات والدواخل بتاعة شارع أو بتاعة حي بولاق أبو العلا. الشارع اللي أنا ماشي فيه ده اسمه شارع المطبعة الأهلية. عايز اقول لكم اني على الكورنيش بره، يعني احنا يمنا الكورنيش، احنا كده يعتبر ماشيين موازيين للكورنيش. ففي على الكورنيش بره تلاقي بقى دار الوثائق والكتب المصريه، في حاجات كتير جدا ليها علاقه بالكتب. وعايز اقول لكم ان محمد علي لما عمل المطابع، عارفين المطابع الاماميه اللي هي موجوده في امبابه، اول ما اتعملت كانت هنا، ما كانتش في امبابه، ثم بقى بعدين تم نقلها الى امبابه على الكورنيش جنب كوبري امبابه. يعني المطابع الاماميه يمكن انا برضو كنت صورتها قبل كده، ومكانها مميز جدا لانها في امبابة على كورنيش النيل جنب كوبري امبابة. ده فندق كونراد اهو، احنا كده في ظهره. وعايز اقول لكم ان احنا هنكمل على طول، هنبقى بالقرب من يعني في اخر الشارع ده شمال جامع مشهور جدا اسمه جامع سنان باشا، هو جامع كبير، وفي كمان كلية الاقتصاد المنزلي كلية هنا، لكن الكلية دي تبع جامعة حلوان. وعايز اقول لكم بصوا البيوت، طبعا هتلاقوا في بيوت شكلها جميل جدا، الحاجات القديمة دي اهي، لان طبعا زي ما عارفين حي بولاق من الاحياء القديمه جدا. وفي على اليمين ده مركز التجاره العالمي، ومعاه في اخره خالص فندق هيلتون، هيلتون مركز التجاره العالمي. في على الشمال، وكان في مستشفى هنا كبيره بس تم يعني تم هدمها تقريبا، اللي هي كانوا بيقولوا عليها المجموعه. مساء الخير، مساء النور، اهلا بيكم استاذه حنان حنين ولا ايه؟ معلش انا ما عرفتش اقرا الكومنت. استاذ شريف مساء الخير والسعاده، اهلا بيك يا استاذ شريف. عايز اقول لكم الشمال اللي جاي ده، الشمال ده اللي هو بيدخلنا على الكليه، هي على شمالنا دي اللي هي الكليه، واسم بلاقي ابو العيله كمان، بس عند الاسم الدنيا مقفوله، فهنلف ونرجع تاني. طبعا انا لفيت، انا يعني بصوا لو بصينا كده اليمين اللي ورا ده او الشمال اللي ورا ده حسب ما انتوا بقى حسب اتجاهكم، هيخرجنا على الكورنيش، على الكورنيش مباشرة. برنس اليوتيوب منور يا احمد يا جميل، الله يخليك يا اتش. استاذ حسام المنياوي، ادعوا لي يا جماعة عندي امتحانات ومهروسين، ربنا يوفقك يا حسام، هو انصحك ان انت تذاكر. انت متجه شمال ام جنوب؟ جغرافي، جغرافي انا كده شمال، انا كده بالظبط شمال، على شمال مركز التجارة العالمي للقاهرة، هو مكتوب هو مركز التجارة العالمي القاهرة. الشارع اللي انا ماشي فيه ده اسمه شارع المطبعة الأهلية. ممكن ندخل في شوارع جانبية تاني، ايه رأيكم؟ تمام. بصوا يا جماعة، الشارع اللي أنا هدخل فيه ده هيخرجني مباشرة على شارع السبتية، الشارع اللي أنا كنت فيه، يعني تقريبا احنا دخلنا وخرجنا تاني. طبعا الجزء ده هتلاقوه كله ورش، هو مش صناعي بس، يعني هو صناعي وسكني،
بس زي ما انتوا شايفين كده هتلاقوا ان معظمه ورش، وهتلاقوا برضو في بيوت، يعني في بيوت قدام على اليمين اهي، نعدي من قدامها. جمعة مبارك عليكم، منورين جميعا، اهلا بيك مصطفى محمد. استاذ احمد وحشني، اخوك مصطفى من اسوان. اهلا بيك يا استاذ مصطفى، منورني دايما، مبسوطين والله على طول بوجودك معانا. وادي زي ما قلنا بيوت هنا اهي، في على الشمال هنا مدرسة، مدرسة أمير اللواء. هو الشارع نفسه اسمه شارع أمير اللواء، يعني اليافطة واضحة. معلش أخرت عليك ولا يهمك. السبتية مشهورة بإيه؟ السبتية مشهورة بإن هي منطقة صناعية يعني، واتسمت السبتية علشان كذا سبب، ولكن يعني من أشهرهم إن كان يسكن هنا اليهود قديما، واليهود بيأجزوا السبت، فعلشان كده سموها السبتية. في برضه رأي تاني اللي هو علشان كان بيتم بيع هنا السبات. السبات دي اللي يا جماعة السبات اللي هي زي المشنة كده، لأن في سوق قدام على اليمين اسمه سوق المشنات، وإحنا كده رجعنا على شارع السبتية الرئيسي. واللي على الشمال دي يا جماعة دي تبع هيئة السكك الحديد، وهنا بيتم إصلاح القطورة أو الإطارات أو زي ما بتسموها، مكان تبع السكة الحديد. وبصوا لو بصينا على اليمين هنا هنلاقي بقى ايه، زي ما انتوا شايفين المحلات. والحمد لله النهاردة الدنيا رايقة، يعني عايز اقول لكم ان السبتية بتبقى زحمة ما عدا يوم الحد حتى يوم الجمعة، بس الحمد لله انا ملاحظ ان النهاردة الدنيا رايقة علشان نقدر نمشي براحتنا وما فيش حاجة تعطلنا. وبشكر جدا تاني الناس اللي عملت لايك، والناس اللي بتكتب لي كومنتات جميلة، وبشكر جدا الناس اللي بتشير الفيديوهات اللي أنا بعملها. وفي على الشمال هنا مسجد مشهور بمسجد الأخرس، إنه المفروض إن كان في شيخ هنا اسمه الشيخ الأخرس أو سيدي الأخرس زي ما بيقولوا يعني. وإحنا كده يعتبر داخلين على سوق العصر، شارع سوق العصر. لكن أنا كنت في الفيديو دخلت جوه هنا كده وصورت الغزالة رايقة. الحمد لله ان الغزالة رايقة، يا رب تفضل رايقة على طول. انا بحاول ان انا اتمشى بالراحة كده في شارع السبتية. انا زي ما قلت يا جماعة، انا الشارع كله كنت مصوره تقريبا من سنة، كنت مصوره بالموتوسيكل كمان يعني، فالرؤية كمان هتكون اوضح، هتلاقي الفيديو عندي في القناة. واحنا كده داخلين على ميدان السبتية او ميدان سيدي سعيد يعني. انا اعرف السبتية اللي جنب احمد حلمي، معلش انا لسه داخل، هي مش جنب احمد حلمي قوي يعني، بس ماشي ممكن نمشيها اللي هي جنب احمد حلمي. عدي النفق هتلاقي بقى تبقى عند الاولى دي كده. بصوا يا جماعة الشارع اللي على الشمال ده امتداد شارع السبتية، تمام، امتداد وتكملته اللي هو ينتهي بالظبط عند ميدان رمسيس. واليمين ده اللي اسمه شارع شنن، والميدان اللي احنا فيه ده اللي هو ميدان السبتية او ميدان سيدي سعيد. حتى اليافطة ايه، ميدان سيدي سعيد حي بولي ابو العلا، سيدي سعيد علشان الجامع اللي في الوش ده اللي هو مكتوب مسجد سيدي سعيد ابن مالك الانصاري، علشان الجامع ده هنا اهو. واحنا كده دخلنا على شارع شنن. شارع شنن اخره بنلاقي علامة مميزة جدا، وهو الترجمان او ميناء القاهرة البري. يا احمد انا مش بيوصلني اشعار ليه يا جماعه؟ بصوا يعني فعلوا الجرس، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، علشان تفعيل الجرس بيخلي اشعار يوصل. ويعني واحيانا انا عارف ان في ناس بتكون مفعله الجرس بس مش بيوصلها دايما الاشعار، فممكن تلغوه وتعملوه تاني. احنا بصوا يا جماعه في على اليمين هنا شارع، الشارع ده من الشوارع المشهوره جدا، ويمكن انتوا كلكم عارفين اوله بس محدش او مش ناس كتير عارفه اخره من هنا. الشارع ده اهو، ده شارع ده شارع بولاق الجديد. الشارع ده في اخره خالص بنبقى في الوكالة عند طلعة كوبري 15 مايو، عند محل زكي السماك كده، يعتبر قصاد في الوش على طول بيبقى جامع السلطان ابو العلا. الشارع اللي انا دخلت فيه ده، خلينا نكمل فيه كده، ناخد لفة ونرجع تاني في بولاق جوه. مسجد سيدي عبد الجواد على ايدينا اليمين. كل عام وانتم بخير، منور الدنيا احمد باشا، الله يخليك يا مكس، وانت طيبه وبخير يا استاذه حميده. كده طبعا داخل الاماكن الشعبيه، وفي سوق هنا اهو ابو رجب. مدخل السوق هنا اهو، سوق ابو العلا، المدخل اللي جاي على الشمال ده.
طبعا في محلات كتير قافلة النهاردة. يا رب يحقق حلمي وازور مصر، ربنا يكرمك ان شاء الله وتحقق حلمك وتيجي تشرفنا في مصر. عايز اقول لكم ان الجزء ده بصوا هتلاقيهم زي سوق كده للموتوسيكلات، لان كان هنا يعتبر ابو حواء اصلا كان بدايته كان هنا، وكل المحلات اللي هنا معظمها بيبيع الموتوسيكلات. والجزء اللي بعد كده هيبدأ بقى ايه الناس اللي هي بتشتري الهيوم. عايز اقول لكم ان اخر الشارع ده زي ما قلت في الاول هنبقى في الوكالة بالظبط، بس انا ممكن ما اعرفش اكمل لحد اخر الشارع ده. كل سنة وحضرتك طيب. ده اخر بس في بالظبط ده اخر بس في 2022. كل سنة وحضرتك طيب وبخير، وان شاء الله يعني منتظركم بقى في البثات اللي هتكون موجودة في 2023 ان شاء الله. طبعا زي ما قلنا نلاقي هنا سوق للموتوسيكلات. في صوت في الكاوتش؟ لا الكاوتش ما فيهوش صوت، هو بس علشان خلينا نفتح الإزاز شوية كده تسمعوا صوت الشارع أكتر. قناة شوارعنا بقت عندي إدمان. الله يخليك، شكرا جدا لكل ذوقك. بس كده المحلات على الشمال واليمين. هنفضل كده لحد ما الشارع يبدأ بقى يكون بدل موتوسيكلات عربيات، بس هنلف ونرجع علشان خاطر الجزء ده انا مش ضامنه الصراحة، وعلشان خاطر لما كنت هنا من قريب اتزنقنا في الزحمة ما عرفناش اللي احنا نتحرك، والبث المباشر تقريبا يعني باظ يعني. فخلينا في المضمون احسن علشان نقدر نغطي اكبر قدر ممكن نشوف اماكن كتير. احنا بقالنا قد ايه كده؟ تمام. طبعا احنا هنا في شارع بولاق، شارع بولاق الجديد. على فكرة الشارع ده مشهور اكتر بالملابس، بس انا طبعا جزء الملابس مش عارف اصوره بالعربية خالص. ان شاء الله بصوره لكم كده وانا ماشي على رجلي. استاذ ماجد كل سنة وانت طيب. وانت طيب وبخير، واهلا جدا بيك واهلا بكل الناس الموجودة معايا. والله مبسوط جدا بوجودكم معايا النهاردة. خلينا نرجع تاني، نرجع تاني على شارع شنن، وهنكمل في شارع شنن لحد ما نروح لشارع الصحافة والترجمان. طبعا احنا كنا جايين من الناحية التانية وبنرجع من الناحية دي علشان نبقى ماشيين في الاتجاه المظبوط، علشان احنا ما بنمشيش عكس. احمد مش ناوي تعمل بس بكره زي ما عملت السنه اللي فاتت من عند كوبري تحيا مصر؟ والله بص هو كان السنه اللي قبل اللي فاتت تقريبا تحيا مصر. والله هحاول يعني لو الظروف سمحت، ولو لقيت في مكان معين كده عامل احتفالات كبيره او احتفالات عامه هحاول ان انا اصور، احاول بقدر الامكان ان انا اعمل بس مباشر بكره ان شاء الله يعني في بدايه السنه الجديده يعني. وان شاء الله باذن الله تكون سنه سعيده على الناس كلها وسنه كلها خير ان شاء الله. فيصل ابو عبد الله جاي لك يا مصر ان شاء الله. اهلا بيك يا استاذ فيصل، تنورنا. والله بص عايز اقول لك على حاجه، ان بولاق من الاماكن القديمه جدا، وتم تسميه يعني كلمه بولاق اصلا اصل التسميه. في ناس بتقول ان هي تحريف لبوليك، البحيره الجميله او بحيره الرب كده زي ما باللغه الفرنسيه، ولكن ده راي مش قوي، لان اصلا بولاق اصلا اسمها بولاق من قبل الحمله الفرنسيه ما تيجي لمصر. وبولاق كلمه مصريه قديمه، وهي اصلا يعني بتتنطق بكسر الباء بيلاق، ولكن تم تحريفها الى بولاق. وبولاق تعني الميناء او المرسى، لان المكان اللي احنا فيه ده يعتبر كان على شط النيل يعني، او بالقرب من نهر النيل، فعلشان كده تم تسميتها بولاق. اما بالنسبه لابو العيله فهو السلطان الحسين ابو علي الملقب بالسلطان ابو العيله. الراجل ده كان في مكه وجاء الى مصر وقعد في جامع او في زاويه صغيره كده. الزاويه دي
كان بيتعبد فيها وبعدين اتشهر. ففي احد تلاميذه كان اسمه او احد رواده يعني كان اسمه نور الدين علي. الراجل ده كان ثري، فالخواجه ابو العلا طلب منه ان هو يجدد الجامع، فتم تجديد الجامع فعلا تقريبا في القرن ال15 الميلادي، ثم في عهد الملك فؤاد الاول تقريبا يعني في ثلاثينات القرن العشرين المبنى الاثري القديم تهدم وتم تجديده تاني بالجامع اللي هو طبعا احنا عارفينه او بالشكل الحالي، ولكن تم الابقاء على المأذنة نفسها والقبة، القبة اللي تحتها الضريح بتاع السلطان ابو العلا. فده بالنسبة لسبب تسمية بولاق ابو العلا. وبالنسبة للحاجات الأثرية فاحنا عندنا في بولاق ابو العلا 3 جوامع كبار، اللي هو طبعا اشهرهم جامع ابو العلا، و اشهرهم جامع ابو العلا، وفي جامع سنان ده جامع كبير جدا، وفي جامع اللي هو زين الدين يحيى او القاضي يحيى. وطبعا جامع القاضي يحيى وفي 2 القاضي يحيى، في جامع اللي هو بالقرب من الحبانيه والجماليه، وفي جامع اللي هو في بولاق، ودول اكبر واشهر 3 جوامع. وجوامع جوامع اثريه تاريخها بيرجع لحوالي 500 سنه، وفي يعتبر في بولاق متحف المركبات الملكيه، وفي في بولاق مثلث ماسبيرو، وده طبعا هيبقى يعني من النقلات الكبيره جدا اللي يعني تم ازاله بعض المناطق العشوائية وتم استبدالها بأبراج سكنية ومناطق ترفيهية، ويبقى في مناطق تجارية وما إلى ذلك. دي معلومات سريعة كده عن حي بولاق أبو العلا. واللي أنا ماشي فيه ده شارع شنن وامتداده على طول، لكن امتداده ده بيكون عكس، فمش هينفع نكمل على طول، فبنضطر إن احنا ندخل يمين في الشارع ده اللي هو شارع الصحافة. وشايفين المبنى اللي في الوش الكبير ده، المبنى ده اللي هو الترجمان اللي هو ميناء القاهرة البري. هو طبعا في أتوبيسات بتطلع باصات لشركات مشهورة بتطلع لكل محافظات القاهرة يعني. حاول ان احنا ناخد لفة كده. والشارع اللي انا ماشي فيه ده اسمه شارع الصحافة، والشارع ده في نهايته خالص المفروض ان فيه جريدة الأهرام، والمفروض ان نهايته لو كملنا على طول، لكن هو في جزء في نهايته مقفول، فاحنا لو كملنا على طول هنطلع على شارع الجلاء. شارع الجلاء اللي انا كنت مصوره من قريب جدا يعني. حاول بس ان احنا نعدي العربية اللي ورانا، ايه نعطلش الناس. ما شاء الله عليك انسان مثقف، الله يخليك يا استاذ احمد، شكرا جدا ليك. نجم الشيحي اهلا بك يا استاذ نجم، منورني. ادي يا جماعه الترجمان والبوابه بتاعته المفروض ان هي قدام على الشمال، وادي طبعا الاتوبيسات واقفه راكنه جوه اهي فوق، كل دعوه باللي تحت. ودي طبعا الاماكن القديمه اللي كانوا بيقال ان بعض البيوت دي هيتم ازالتها يعني، الله اعلم بقى بصحه القرارات دي او وقت تنفيذها مش عارف. زي ما قلنا الشارع اللي انا ماشي فيه حاليا اسمه شارع الصحافه، والصحافه ده نهايته خالص بيودينا على بنبقى عند شارع الجلاء، عند شارع الجلاء عند مستشفى الجلاء بالظبط. لكن في نص الشارع كده نلاقيه مقفول ولازم ندخل شمال، وكل اللي على شمال ده يعتبر الترجمان، وهحاول ان انا اوريكم المدخل الرئيسي بتاعه منين بالظبط. وبصوا يا جماعه احنا في السبتيه، فهتلاقي ان يعني غالبيه المنطقه تعتبر منطقه محلات. ممكن نصور لنا وانت ماشي بدون عربيه عشان تدخل المناطق السكنيه ونشوف ان شاء الله. حاضر ماشي. وعايز اقول لكم ان يعني البث المباشر مش بنهتم قوي يعني، بحاول ان انا اوضح لكم او الم لكم اكبر قدر ممكن كده واحنا بنتمشى. في على الشمال هنا مسجد الصحافه، اهو لو كملنا على طول هنخرج على شارع الجلاء. في الوش هنا هو دار اخبار اليوم، علشان كده اسمه الصحافه يعني، في كذا مكان ليهم علاقه بالصحافه. واحنا طبعا دخلنا شمال اجباري، هنروح على شارع شنن، وهنلاقي هنا على الشمال المدخل الرئيسي بتاع الترجمان، هو المدخل ده. القاهرة البر احنا كده يعتبر رايحين على شارع على شارع شنن، بداية شارع شنن، لأن شارع شنن بيبدأ من شارع الجلاء وبينتهي في ميدان سيدي سعيد اللي عدينا عليه، لأن احنا دخلنا شنن من أوله. ويعني أنا عارف إن الدنيا ممكن تتلخبطوا شوية، هحاول إن أنا أحط لكم خريطة كده في البداية. وعايز أقول لكم شايفين في كوبري في الوش، الكوبري ده هو
هو ده مش كوبري، هي دي نزلة كوبري اكتوبر اللي اسمها نزلة السبتية اللي بتنزلنا على شارع شنب، يعني يمين كوبري اكتوبر اللي على كوبري، يعني يمين كوبري اكتوبر هتلاقي العربيات ماشية كده اتجاه الشمال علشان تنزل على شارع شنب. وعايز اقول لكم ان احنا لو دخلنا يمين من هنا هنروح على شارع الترجمان، عفوا على شارع الجلاء، شارع سيدي المدبولي اللي اتكلمت عنه بالتفصيل اهو، اعتقد ان هو باين من هنا اللي في الوش ده شارع الجلاء، وهنا سينما ومسرح رومانس ومسرح الوسابير. خلونا نخش من جوه كده ونخرج تاني على شارع شنن. طبعا ده من المسارح القديمة جدا والمشهورة جدا، واللي كان عارفين ثلاثي أضواء المسرح، مبسوطة يا ماما حوة، مبسوطة يا بابا آدم. كانوا يعني بداياتهم كانت هنا، مدرسة الحرية الرسمية لغات على ايدينا الشمال. انا بحاول والله ان انا مش يعني ان انا امشي في اكبر قدر ممكن من الحاجات الداخلية. نخرج تاني بقى على شارع شنان عشان شايف الدنيا هناك مقفولة. وعايز اقول لكم ان الشارع ده نهايته هيودينا على شارع اسمه المنصورية او المنصور، يعني ايا كان. والشارع المنصور ده يعتبر هو حدود حي بولاق الشرقية، يعني هو آخر حاجة في حي بولاق. ايه الترجمان؟ الترجمان ده ميناء القاهرة البري، زي كده في مطار القاهرة الجوي في ميناء القاهرة البري اللي هو اسمه الترجمان. رجعنا تاني على شارع شنن، يعتبر لفينا بس ورجعنا عشان نوريكم المسرح، عشان يمكن انا وانا بصور شارع الجلاء معرفتش اصوره. وادي نزلة كوبري اكتوبر اللي كنا عندها اهو، احنا كده كأننا نازلين من على كوبري اكتوبر في اتجاه السبتية. وانا كده يعني حاولت ان انا ابطلكوا اكبر قدر ممكن، واحنا كده في شارع عشان انا هنرجع تاني لحد ميدان سيدي سعيد او ميدان السبتية يعني، وبعدين علشان ننهي حلقتنا. وبشكر جدا كل الناس اللي كانت موجودة معايا النهاردة، واتمنى انكم يعني تكونوا استمتعتوا او تكونوا استفدتوا حتى لو بمعلومة بسيطة. وشكرا جدا جدا لكل الناس اللي بتكتب لي كومنتات جميلة، والناس اللي بتدعمني عن طريق ان هي بتشير الفيديوهات بتاعتي، لان دي من اكتر الحاجات اللي بتساعدني. واتمنى بقى ان كل واحد يقول لي هو منين، يكتب لي اسمه ومنين على طول، علشان حابب ان انا اشكر جدا كل الناس اللي كانت معايا في البث المباشر واسلم عليكم. ربنا يحفظك ويوفقك يا رب دايما، الله يخليك، شكرا جدا. استاذ احمد معلوماتك جت منين، دراسه ولا ممارسه؟ لا والله هو مش دراسه، انا ما درستش الكلام ده، انا درست مجال تاني خالص ملوش علاقه خالص بالشوارع. احنا كده يا جماعه رجعنا تاني على شارع شنن، ودخلنا من الشمال ده لما قلت لكم اجباري. ممكن المساجد القديمة ان شاء الله، حاضر بعمل فيديو ان شاء الله عن المساجد القديمة، وبكلمكم عن اشهر جامع هنا، جامع السلطان ابو العلا. وهحاول ان انا اصور لكم جوه المنبر الاثري اللي بقاله 500 سنة من وقت تجديد الجامع، وهكلمكم اكتر عن السلطان ابو العلا هو مين وايه قصته. وده كان رجل يعني كان رجل ليه كرامات كده زي ما بيقولوا، جاء من مكة الى مصر بحثا عن طلب العلم يعني، واستقر في مصر وعاش في روابط 120 عام، وقعد منهم 40 سنة يتعبد في الجامع بس أو في الخلوة بتاعته القديمة. وهكلمكم برضو عن العربخانة، وهكلمكم عن عطف باب السر، وهكلمكم عن حاجات كتير إن شاء الله بإذن الله لما أعمل لكم فيديو تاني. هحاول أعمل فيديو قريبا كده يعني، عن هيبقى تكملة لبولاق، وهحاول إن أنا أعمله وأنا ماشي على رجلي أو سيرا على الأقدام، بحيث إيه الرؤية تكون أوضح يعني. ماجد من فنلندا، كل سنة وانت طيب يا احمد، وسنة سعيدة عليك وعلى الجميع ان شاء الله، اللهم امين. وكالة البلح في ايه، في بلك او في بلح مش عارف والله انت تقصد ايه بالظبط، بس هو وكالة البلح اللي فيها هدوم، لكن البلح نفسه هتلاقوه في الساحل، منطقة الساحل او منطقة الساحل اللي تابعة لحي شبرا مصر. واحنا من جزيرة بدران، استاذ امان الخول اهلا بك يا استاذ امان، احنا كده قريبين منكم جدا يعني، يعني من عند ميدان سيدي سعيد نخش يمين وبعدين شمال نعدي مزلقاني نجيلي نبقى في جزيرة بدران. في على الشمال هنا مركز شباب بولاق، من الحاجات المعروفة هنا برضو.
خلينا بقى نقف على جنب كده علشان ايه مطولش اكتر من كده. مبسوط جدا بوجودكم معايا، حاول ان انا اسلم عليكم سريعا. اهلا بيك استاذ. معلش الكومنتات بحاول ان انا اخليها تظهر شويه. تحية ليك يا اخي احمد، ادعو لي انا ازور مصر. اهلا بيك وان شاء الله باذن الله تزور مصر في اقرب وقت. استاذ حمدي المهدي من البدرشين، شكرا جدا ليك. ابو حميد منور الدنيا، الله يخليك يا استاذ مصطفى. حسين بيسلم عليك، الله يخليك ويسلم لي على حسين كتير. خلينا نشوفك بكره يا احمد ان شاء الله، والله باذن الله. ازيكم يا جماعه، مبسوط جدا والله بوجودي معاكم النهارده وبوجودكم معايا النهارده، نورتوني وشكرا جدا لكل الناس اللي بتكتب لي كلام كويس. وان شاء الله باذن الله احاول ان اعمل فيديوهات الفتره اللي جايه برضو كتير، ويعني بعتذر شويه لو التصوير اثناء البث المباشر مش احسن حاجه. طبعا يعني خلاص الناس القديمه حفظت بقى، حفظت الكلام ده، والفيديو بيتم اعاده نشره يوم السبت تاني يوم على طول بجوده افضل من حيث الصوت والصوره. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وعلشان نحقق هدفنا مع بعض ونغطي كل معالم وشوارع مصر ان شاء الله. وحي بلا طبعا من الاحياء الكبيره، انا اديتكم بس يعني نبذه مختصره كده عن شكل الحي، وحاولت ان انا اصور لكم الاماكن الداخليه اللي فيه. لسه طبعا الحي كبير جدا وفيه كلام كتير قوي، وفيه عايز اقول لكم برده ان وانا جوه العربيه وبسوق وبقرا الكومنتات وباخد بالي من الطريق وبحاول ان انا اوضح اشهر المعالم اللي جنبي، ما بعرفش اقول كل حاجه يعني ما بطلعش كل اللي عندي. بحاول ان شاء الله ان انا كده اكون بتمشى كده في يومي يكون الدنيا فيه رايقه وهاديه كده، علشان اعرف اتكلم افضل وعلشان حتى اعرف اصور لكم بشكل افضل. ولسه في كلام كتير ان شاء الله وحاجات كتير عن مش بقول ابد عن كل مناطق وشوارع مصر ان شاء الله. وهسيبكم بقى دلوقتي علشان طولنا عليكم، عندنا اهو داخلين قربنا على 40 دقيقه ومع الف سلامه.